بهدف التكيف مع مختلف أشكال جرائم الاختطاف، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يعرض على نواب الغرفة السفلى للبرلمان. يطبق هذا المشروع على أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص. تكمن خصوصية هذا المشروع في كونه يجمع بين الوقاية والمكافحة، ويشمل أحكاما خاصة للتكفل بضحايا هذه الجرائم وأسرهم. النواب رحبوا بمشروع القانون الذي اعتبروه مكسبا، فيما طالب بعضهم بالتقيد بتطبيقه ميدانيا. هذا القانون ثمننا فيه العديد من النقاط، أولها هو التكفل بالجانب النفسي والاجتماعي والصحي للضحايا وأسر الضحايا، هذه نقطة مهمة جدا. كذلك كان هذا القانون ثري جدا من حيث التشديد في العقوبات. استحسان كبير من طرف النواب وحتى من طرف الشعب الجزائري بصدور هذا القانون، والذي هو ضروري من أجل القضاء على هذه الآفة. عقوبات قوية جاءت في هذا القانون. نحن نختلف مع في هذا القانون فيما يخص التخفيف على مرتكب الجريمة، نرى أنه لا يجوز التخفيف، وطرحنا تعديلا في هذا الإطار. الآن المطلب الذي يأتي بعد هذا القانون هو التنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام. القتل والاختطاف وغيرها جرائم تتزايد إحصائياتها في المجتمع الجزائري، أضحت تتطلب ترسانة قانونية بهدف بعث الطمأنينة والأمان لدى المواطن.